حضرتك كان في تصريح لسيادتك بيتحدث ان القياده السياسيه وجهت بحل مشكله الالبان اللي واجهت مصر خلال الفتره اللي فاتت، عايزين توضيح المشكله دي كيف تمكنا من حلها؟ تمكنا من حلها ان من 4 شهور كان في توجيهات مباشره من السيد الرئيس بضروره ضخ الالبان وتغطيه لمصر في الالبان تحت 6 شهور او فوق 6 شهور في وزاره الصحه والقطاع الخاص. أمننا المخزون الاستراتيجي ورفعناه وبنخزن دلوقتي أكتر، يعني هنوصل إن شاء الله ل 3 مليون علبة تخزين غير اللي موجود في المحافظات. القطاع الخاص كان فيه نقص شديد نتيجة خروج أحد الشركات الكبيرة اللي بتشكل أكتر من حوالي 60% من السوق، ده أدى لارتفاع سعر العلبة ل 150 و200 جنيه بتوجيهات من سيادة الرئيس وبالتنسيق مع القوات المسلحة والشركة الوطنية اللي بتنتج الألبان. استوردنا ألبان مستوردة وضخناها في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ودي أحد الشركات الحكومية في 27 محافظة، بسعر التكلفة 50 جنيه علشان نقدر نخفف عن المواطنين.